مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم. حلقه جديده من سوبر تايم كالعاده، بنكون مع حضراتكم كل يوم على مدار ساعتين باخر واهم الاخبار، واكيد كمان لقاء مع واحد من نجوم الرياضه المصريه. النهارده هيكون معانا نجم كبير، هقول لكم هو مين، لكن خلينا نبدا اخبارنا على طول من الاخبار الاحدث. منذ قليل تاهل الزمالك لنصف نهائي بطوله كاس مصر في محاوله للحفاظ على لقبه، بعدما تخطى عقبه مهمه جدا وهي فريق مصر المقاصه في لقاء عنيف لكنه فنيا كان اقل من كل توقعاتنا. توقعنا بانه اللقاء هيكون اقوى فنيا، لكن في الاخر كل الامور الفنيه قتلت بحثا في الاستوديو التحليلي. لكن الحقيقه لفت نظري مشهد واحد بس حبيت اعلق عليه، وهو مشهد التعامل ما بين الحكم محمد معروف ولاعيبه الفريقين. من الممكن جدا ان انا كحكم ابقى اجريسيف شويه، ان انا ابقى يعني بالبلدي كده او باللغه الدارجه بكشم للعيبه علشان افرض سيطرتي على اللقاء، لكن في امور بتبقى مش محتاجه انك تتنشن بزياده لانك بتتنشن اللعيبه، وده اللي حصل. لما ابتدى اللقاء الحكم وهو متنشن ومجمد وشه جدا، وفي بعض المشاهد او اللقطات اللي جت وظهرت وكان فيها كلام حتى وهو بيتكلم مع اللعيبه، وهي نجوم كبار في مقدمتهم احمد عادل عبد المنعم وطارق حامد ومحمد اوناجم، في لعيبه كتير كبيره في الملعب، فما يصحش ابدا ان انا اتكلم معاه واقول له يعني خلينا بلاش نقول الجمله، لكن في جمل واضحه جدا وكانت بايخه الحقيقه، كانت سخفت الموضوع وتنشنت اللعيبه. بغض النظر عن ضربات الجزاء وبغض النظر عن التحكيم او الامور التحكيميه اللي برضو اكيد كل الناس بتتكلم فيها من وجهه نظرها، لكن في امور بتخص الحكم، في فرق كبير ما بين ان انا ابقى حكم مسيطر على الامور في الملعب وما بين ان انا ابقى مزودها ومتنشن نفسي فمتنشن اللعيب. اتمنى ان الحكم يراجع اللقاء، يراجع شريط اللقاء ويشوف نفسه ويراجع هل دي طريقة مناسبة للتعامل مع نجوم حتى لو كانوا الناشئين، لكن هل دي طريقة مناسبة للتعامل مع اللاعبين في الملعب ولا لا؟ نروح لمصدر السعادة. مصر بتواصل صدارة ترتيب دورة الألعاب الإفريقية. النهاردة حققنا أكبر عدد من الميداليات من أول يوم في دورة الألعاب الإفريقية اللي بتقام في مدينة الرباط في المغرب. رانيا محمود حصدت 3 ذهبيات في الخطف والكلين والمجموع بمسابقة رفع الأثقال في وزن 71. محمد إيهاب البطل المصري العالمي توج ب3 ذهبيات أيضا في الخطف الكلين والمجموع بمسابقة رفع الأثقال وزن 81. كريم كحلة توج ب3 ذهبيات أيضا في الخطف والكلين والمجموع رفع أثقال وزن 89. أحمد السيد فاز بفضيتين في الكلين والمجموع. هيثم محمد حصد ذهبية المصارعة وزن 80 كيلو. محمد إبراهيم فاز بالميدالية الذهبية في المصارعة في منافسات وزن 67 كيلو. محمد متولي حقق برونزية المصارعة وزن 87 كيلو. محمد إيهاب خليل فضية المصارعة وزن 77 كيلو. عبد اللطيف محمد حقق ذهبية المصارعة لوزن 130 كيلو. علاء الدين هاني حقق فضية المصارعة وزن 97 كيلو. شروق وافا حققت ذهبية الشطرنج السريع بدورة الألعاب الإفريقية، وهي برضو واحدة من الرياضات المهمة اللي احنا عندنا منافسين وأبطال فيها مهمين. باسم امين كمان اضاف ذهبيه جديده فردي شطرنج الخاطف. نانسي طمان حققت ذهبيه حصان القفز في الجمباز. فرح سيد كمان حققت ميداليه فضيه لمنافسات حصان القفز. فرح احمد حققت ذهبيه متوازي الجمباز. زين ابراهيم بتفوز بالفضيه ايضا، وابو القاسم حقق ذهبيه جهاز الحلق للجمباز، ومحمد الهامي الفضيه. ندى حافظ حققت ذهبيه سلاح الصبر، ونور منتصر الفضية، ولينا محمد برونزية. أحمد سيد حقق فضية سلاح المبارزة. محمد ياسين حقق برونزية سلاح المبارزة أيضا. وبعدين منتخب الكانوي حقق برونزية 1000 متر بألعاب إفريقيا. اللاعبان المصريان أحمد البدهاوي وعمر أبو زيد نجحوا في الفوز ببرونزية سباق الثنائي لمسافة 1000 متر واللي جرى في بحيرة السد في مدينة الرباط. كل الأمور دي بتقول إن إحنا الأقرب للتتويج بأكبر عدد ممكن من الميداليات. وخلينا أقول لكم على الأرقام لحد دلوقتي. عندنا لحد دلوقتي طبعا إحنا في الصدارة، عندنا منافسة تبدو إنها شرسة بعض الشيء من جنوب أفريقيا، لكن إحنا في الصدارة محققين عدد كبير جدا من الميداليات اللي زادت النهاردة. وخلينا قبل ما نقول كده على عدد الميداليات نروح لأحمد سمير رئيس بعثة رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية، رئيس البعثة المصرية. طبعا برحب بيك كابتن احمد. كابتن احمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ كريم. مساء الخير يا فندم. سامعني؟ انا ببارك لك الاول طبعا على 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 ميداليات كتيره النهارده، ويوم حافل الحقيقه في حصد الميداليات في دوره الالعاب الافريقيه. احكي لي عن اليوم بشكل عام. والله اليوم من اوله من الساعه 8 و
8 الصبح انا متجه هنا للملاعب مع الكابتن محمد موسى المدير الفني، والحمد لله رب العالمين. كانت اول لاعبه كانت رانيا محمد عزت، وفي اول ميزان كانت الساعه 10 اللعب، وربنا كرمنا الحمد لله بثلاث ميداليات ذهبيه. وبالنسبه لبعديها على طول الكابتن محمد ايهاب وزنه 81 الحمد لله برضه حقق ثلاث ميداليات ذهبيه، واحمد عادل وزن 81 ميداليتين في الكلين وفي المجموع فضه. كريم كحل مزيد من النجاح باذن الله في الفتره اللي جايه. كل الميداليات وصلنا لميداليات 173 من الميداليات في الصداره، وزي ما قلت لكم في منافسه من جنوب افريقيا، من الجزائر، من المغرب، لكن احنا في الصداره، واعتقد ان احنا هنفضل في الصداره لحد الاخر. ومن دوره الالعاب الافريقيه لمنتخب اليد اللي اكتسح الجزائر النهارده وتاهل لنهائي دوره الالعاب الافريقيه ايضا في كره اليد، فوزنا على الجزائر في مدينه كازابلانكا بنتيجه 40-23، تاهلنا للنهائي واحنا الاقرب ان شاء الله لللقب. ومن دوره الالعاب الافريقيه بشكل عام نروح لنصف نهائي او بطوله العالم لناشئين الطايره، واللي تاهلنا لنصف النهائي بعد ما فوزنا على بيلاروسيا في الكره الطايره النهارده. وبعيدا عن المنتخبات، خسر فريق كره اليد بنادي الزمالك النهارده قدام نظيره كيل الالماني بنتيجه 32-28 في اطار ربع نهائي كاس العالم للانديه سوبر جلوب المقام في المملكه العربيه السعوديه. فريق الزمالك هيلعب لتحديد المراكز من الخامس للعاشر، ووقع في مجموعه بتضم كل من نيويورك سيتي الامريكاني والدحيل القطري، فهيلتقي مع نيويورك يوم 30 ويوم 31 مع الدحيل القطري. لكن لقاء تفوق فيه الزمالك في فترات كتيره، لكن طبعا في الاخر الفوز الالماني كان نتيجه انه الزمالك ضيع بعض الفرص امام حارس مرمى قوي جدا، وهو حارس نادي كيل الالماني، ومن الانديه الكبيره في اوروبا طبعا. والزمالك قدم لقاء جيد على فترات طويله، ولكن كان التوفيق لصالح الفريق الالماني. نرجع للكوره، اخبار النادي الاهلي، انتظم مروان محسن مهاجم الاهلي في التدريبات الجماعيه للفريق الاحمر النهارده على استاد مختار التتش بمقر الجزيره. مروان محسن خضع لبرنامج تاهيلي خلال الفتره اللي فاتت بعد ما حصل على اجازه للجواز. شريف اكرامي كمان حارس مرمى الفريق ادى تدريبات تاهيليه بالجري حوالين الملعب على هامش المران، وبيؤدي اكرامي المرحله الاخيره من برنامجه التاهيلي للتعافي من الاصابه. طبعا الاهلي بيستعد لمواجهه كانو سبورت الغيني خارج الارض في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا احد ايام 13 و14 و15 سبتمبر المقبل. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي عقد جلسه مع سعد سمير، جلسه منفرده مع سعد سمير علشان يطمن على حالته ويعرف مدى التطور في برنامجه العلاجي والتاهيلي واللي بيخضع ليه تمهيدا للعوده من جديد في التدريبات الجماعيه في الفتره اللي جايه. سعد بيواصل برنامجه التأهيلي النهارده، وكان موجود حوالين الملعب وقام بالجري طبعا بعيدا عن التدريبات الجماعيه. نفذ كمان بعض الفقرات ضمن البرنامج اللي بيقوم بأدائه تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي، والمسؤولين حابين يعرفوا لأنه سعد واحد من اللعيبه اللي بتتنافس على ثلاث أماكن في قائمة النادي الأهلي بعد قيد حسين السيد مؤخرا. مسؤول اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني عقدوا جلسة مع شركة إسبانية في الفترة اللي فاتت في اليومين دول علشان نطبق تقنية الفيديو أو الفار. ده هيحصل إزاي وهيحصل بكام؟ مسؤول الشركة الإسبانية قالوا إن التكلفة هتصل ل 18 مليون جنيه مصري، أكتر من مليون دولار، حاجة بسيطة. اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد اتكلمت على التكلفة مع الأندية، واتكلمت على هل ممكن الأندية تتحمل 500,000 دولار من ال 18 مليون جنيه واحنا نتحمل الباقي او الرعاية يتحملوا الباقي؟ هيبان اذا كانت الامور هتحسم ماديا او الامور هتبقى سهلة في التعامل المادي، فمن الممكن جدا ان نرى الفيديو او الحكم الفار في الدور الثاني من هذا الموسم. مصدر كمان في اتحاد الكرة قال انه غالبا هيبقى في صعوبة لانطلاق الدوري الممتاز في يوم 19 سبتمبر اللي جاي كما كان محدد ليه مسبقا. المصدر قال ان اللجنه المؤقته بتتجه لاعلان تاجيل الدوري لمده 48 ساعه لكن بدون اي تفاصيل، هيتم الاعلان عن ده لاحقا، لكن زي ما قلت لكم غالبا هيبقى في صعوبه في انطلاقه في اليوم المحدد. مسؤول الاتحاد السكندري ارسلوا القائمه الاولى للفريق لاتحاد الكره لقيدهم استعدادا للموسم الجديد، بالاضافه لخوض استكمال مسابقه كاس مصر واللي طبعا بينتظر فيه الفريق لقاء الزمالك في نصف النهائي، وهو لقاء مهم جدا جدا للفريقين. القائمة الأولى للاتحاد السكندري ضمت 16 لعيب، وهم محمود الزنفلي، عمرو خليل، صبحي سليمان، محمود شعبان، مانجا، نور السيد، خالد الغندور، مروان النجار، السيد سالم، محمد أنور، محمود رزق، خالد قمر، محمد جدو، إيمانويل بناهيني، ويلسون، وصبري رحيل.
طبعا الى جانب انه القائمه الثانيه هتكون فيها الصفقات الجديده وما اكثرها. السنه دي الاتحاد ضم صفقات مهمه جدا هتكون اكيد بتمثل فرق في شكل الاتحاد السكندري هذا الموسم. اكتمل اعضاء دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا بعد نهايه الدور التمهيدي عشان يبقى عندنا 32 فريق تم تقسيمهم على اربع تصنيفات، ومنها هيتم توزيع الفرق على 8 مجموعات. هيتم توزيع كمان جوائز افضل حارس، افضل مدافع، افضل لاعب وسط، افضل مهاجم، وافضل لاعب في اوروبا. ده في الحفل المقرر اقامته بكره الساعه 5 بتوقيت القاهره في اماره موناكو في فرنسا. التصنيف الاول للانديه بيضم كل من ليفربول الانجليزي، تشيلسي الانجليزي، برشلونه الاسباني، مانشستر سيتي الانجليزي، يوفنتوس الايطالي، بايرن ميونخ الالماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وزينت سان بيترسبرغ الروسي. التصنيف الثاني بيضم كل من ريال مدريد، اتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، نابولي، شختار دونيتسك، توتنهام، بنفيكا البرتغالي، وليون الفرنسي. اما التصنيف الثالث فبيضم كل من بايرن ليفركوزن الالماني، ريد بول سالزبورغ النمساوي، اولمبياكوس اليوناني، فالنسيا الاسباني، انتر ميلان الايطالي، دينامو زغرب الكرواتي، ولوكوموتيف موسكو الروسي. التصنيف الرابع والاخير بيضم كل من جانك البلجيكي، جالاتا سراي التركي، ريد بول لايبزيج الالماني، ريد ستار بلجراد الصربي، اتلانتا الايطالي، ليل الفرنسي. وطبعا الى جانب ده هيتم تسليم جوائز الافضل في الموسم اللي فات، وهقول لكم على اللعيبه اللي بتتنافس على الافضل. طبعا كلنا عارفين انه المنافسه هتكون شرسه ما بين مجموعه من افضل اللاعبين في العالم. ف افضل لاعب في اوروبا بيتنافس عليه ثلاث لعيبه، وهي دي اكتر جايزه الناس مركزه عليها. كريستيانو رونالدو ولا ليونيل ميسي ولا فيرجيل فان دايك، مين فيهم هيكون عنده الفرصه اكتر من الباقيين انه يكون افضل لاعب في اوروبا وافضل لاعب في دوري ابطال اوروبا النسخه اللي فاتت؟ البعض بيقول انه فان دايك ممكن ياخدها باعتبار انه فريقه اخذ البطوله، البعض بيقول ان كريستيانو رونالدو بما انه اختار تحدي جديد وانتقل من ريال مدريد ليوفنتوس، والبعض كمان بيقول انه ميسي. خلينا نستنى ونشوف بكره هيكون في منافسه شرسه زي ما قلنا على مجموعه كبيره من الجوائز، وهنعرف القرعه كمان الخاصه بالبطوله الاحلى والاغلى والاقوى في العالم دوري ابطال اوروبا. هنشوف تقرير عن بطولة زد، وبعدها هنستقبل واحد من المسؤولين المهمين جدا في تاريخ نادي الزمالك. فترته كانت فترة مزدهرة بالبطولات، مستقرة فنيا ومستقرة إداريا. دكتور كمال درويش ضيفنا النهاردة في سوبر تايم، بعد الفاصل هنبدأ معاه كلام كتير جدا عن كواليس كتير جدا لفترة جيدة جدا في تاريخ نادي الزمالك. خليكم معنا بعد الفاصل نكمل كلامنا. صراحة أنا ما صدقتش لما جيت، لأن أنا كنت هنا من شهرين ما كانش فيه كل ده. البطولة مسمعة خصوصا مع شبابنا احنا والناشئين بتوعنا. احنا شفنا من كاس أفريقيا طبعا إن احنا عندنا مشكلة، وإن الحل بتاعها هو إن احنا نروح للأجيال اللي هي لسه ما طلعتش دي، ونعتني بيها ونديها فرصة زي اللي موجودة هنا النهاردة. الاحتكاك ده النهاردة احتكاك غير عادي، لأنهم النهاردة بيلعبوا مع فرق كلها أسامي عالمية كلها. هنقدر نطلع جيل تاني يرفع راسنا بعد كده في اي بطوله قادمه يعني، وده الهدف يعني. الرساله ان احنا لازم نبقى دايما عندنا نظره مش مستعجله، يعني ان احنا نبص للمستقبل، نبني للجيل اللي جاي ده. اذا كنا فشلنا مثلا في الجيل الحالي ده، عندنا النهارده لعيبه كتير جدا رفع اسم مصر في العالم كله، مش عارفين نعمل فريق يعني يبقى عندنا اللعيبه اللي هي زي محمد صلاح وزي تريزيجيه وزي الناس كلها الاسامي الكبيره دي كلها والنني وغيره. طب ازاي عندنا كل اللعيبه دي اللي هي مش عارفين نكون فريق يكسب يعني؟ فطبعا الرجوع للورا ده وان احنا نجيب الاجيال الصغيره دي ونديها بقى العنايه اللازمه من بدري، هتشوف هيحصل ايه بعد كده يعني. وعين هم النهارده انت شايف حتى الفريق الناشئين بتاعنا لما بيلعب مع الفرق الاجنبيه دي بيشد معاهم منظر مبهج يعني. المكان ده شوف الاستثمارات اللي معموله فيه، مش معموله عشان شهر. وكمان احنا لو عايزين ننمي الجيل ده يبقى كل سنه لازم نديله اكتر واكتر واكتر، مش تبقى مساله مره وخلاص يعني، ان شاء الله طبعا. وبعدين احنا معروف ان احنا ما بنبتدي حاجه بنخلصها للاخر يعني. هي الدوره بشكل عام دوره حلوه يعني، تحب تتفرج على فرق كتيره سن صغير لك زي ما قلت، تحس ان هم لعيبه كبار. وده اللي كنت بتكلم فيه امبارح، ان الاولاد دول يعني هتكلم عن المصريين يعني. طبعا في اللي بيتفرج دلوقتي على صفاقس مع اوترخت وفالنسيا مع افريقي، لكن انا بتكلم على اولادنا المصريين اللي بيلعبوا في السن ده اللي موجودين في الدوره دي واللي موجودين على مستوى مصر.
ان الواد دي محظوظ ان هم بيتمرنوا كويس ومتعلمين كوره كويس وتعليمهم هم صغيرين. لسه كنت بكلم مع كباتن بتوعنا هنا ان احنا يعني انا ابتديت العب مثلا بجد عندي 15 16 سنه ابتديت العب وبطولات وكومبيتيشن قويه وانا 16 سنه، لكن وان انت عندك 12 سنه بتلعب مع فرقه من اسبانيا ومع فرقه من ايطاليا وانت متاسس كويس وزي ما انت بتقول بتلعب من العمق وبتلعب على الطرف لما تبقى في الباك اليمين مش عارف مين بيقفل في حاجات صغيره جدا وانت سنك صغير، كل ده بعد لما هتكبر شويه هتلاقي نفسك عندك خبرات في وقت قليل متعلم كوره كويس متاسس صح. عشان كده انا متفائل بالمستقبل لينا في الكوره ان احنا موضوع الاكاديميات الخاصه ده هينفعنا جدا مع الانديه الكبيره. طبعا الانديه او الانديه عامه بقى في حاجه اسمها اكاديميات، الاكاديميات دي في ناس كتير جدا عايز تلعب في الانديه بس طبعا العدد بيبقى قليل في الانديه، فبالتالي في ناس كتير عندها موهبه لكن مش موجوده، فالاكاديميات دي استوعبت حاجات كتير جدا. يا رب دايما كل سنه يبقى في نوع ده من الدورات، اجانب يجوا لنا اوروبيين يجوا لنا، المدارس الكرويه القويه في كره القدم تجي لنا، يعني اسبانيا مدرسه مهمه جدا في الناشئين، هولندا بتطلع من حاجات مهمه جدا جدا، ايطاليا نفس الكلام، فكل ده انت بتستفيد منه كخبرات. يعني انت عندك اربع فرق من مصر بتلعب هنا باريس سان جيرمان في كذا شكل، فده ان شاء الله يكون يعني حاجه كويسه لينا. انا هتكلم عن فكره الاول، فكره اللي هي حاجه محترمه جدا انك تبتدي البدايه الصح، ودايما البدايه الصح بتكون من الناشئين، يعني البدايه الصح دايما بتكون منك تبتدي ترعى الجيل الصغير في مصر عشان بعد كده يديك جيل كبير جيل متميز، ودي حاجه الحقيقه يمكن اول مره تتعمل في مصر واتمنى ان هي تتكرر بعد كده ان شاء الله. اللعيبه اللي انا شفتها في الملعب دلوقتي لعيبه عندها امكانيات حلوه، حتى اللعيبه المصريه يعني انا كنت بتفرج عليه من شويه، محتاجه طبعا تترعى بشكل كويس. وانت دايما عارف عندنا مشكله ان انت اللعيب المصري اللي عنده تالنت او اللي عنده موهبه عنده مشكله ما حدش بيرعاه ما حدش بيهتم بيه، يعني فبيوصل لسن محدد خلاص يعني هو بيلعب باللي في دماغه مش بالتعليم ما بتعلمش. النهارده فرصه انك تبتدي من وانت صغير تبتدي تعلم اللعيبه دي تبتدي تعلمهم وتدخلهم في الاجواء عشان خاطر ان هم بعد كده يبقوا جيل متميز، ودي حاجه هتعود بالنفع على منتخب مصر طبعا. النهارده لما تبتدي من 2007 و2006 والجيل الصغير ده 12 13 سنه لما توصل ل 17 سنه مع احتكاكات قويه جدا اعتقد هتوصل للهدف اللي انت عايزه. احد اهم رؤساء نادي الزمالك عبر التاريخ زي ما سماه جمهور نادي الزمالك صائد البطولات دكتور كمال درويش في ضيافتنا الليله. دكتور كمال برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك استاذ كمال. دكتور كمال يعني اعتقد ان حضرتك لحد النهارده شايف مدى العلاقه القويه ما بين حضرتك وما بين جمهور الزمالك، اعتقد ان حضرتك بتقابل ده في الشارع طول صحيح. الوقت صحيح صحيح في اي مكان. فتره كانت مزدهره جدا من 96 ل 2005 بطولات واستقرار والامور كانت في مكانها الطبيعي، لكن خليني اسال الاول ونطمن الناس دكتور كمال درويش ليه بعد الاول عن مسؤوليه نادي الزمالك او المناصب المهمه في الرياضه المصريه؟ لا هو التطور الطبيعي بشكل عام انك انت العمل التطوعي ده بتقوم بيه في توقيتات معينه وبتستمر فيه طبعا بعمليه انتخابات وبتدخل فيه لمراحل سنيه معينه، بعد كده بتقل شويه قضيه لان موضوع الانتخابات والعمل التطوعي بياخد جهد كبير جدا متعب طبعا وفي صراعات كتيره جدا فطبعا ده بيحتاج صحه اكتر ويحتاج وقت اكتر ويحتاج برضه كفاح اكتر، لكن الموضوع كمان بيرتبط بالانتخابات يعني انت بتخش لا توفق خلاص تدي فرصه للي جاي يتولى المسؤوليه ويبقى في تملي تجديد للموضوع. الاداره علم ولا الاداره ممكن تبقى خبرات ذكاء اجتماعيات ولا هي في الاخر لازم تبقى علم؟ علم مفيش حاجه، العلم هو اساس التطور الحياتي في العالم من كل الاتجاهات، يعني كل مناحي الحياه مرتبطه بامور علميه يعني بقى لها قواعد مفيش حاجه ماشيه لحالها، طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو خلق الكون ومنظمه لكن في نفس الوقت عطي للانسان القدره على التفكير وبالتالي القدره على التفكير قادت لعمليه العلم وعمليه تفرعه والعلوم المختلفه فيه. الاداره بالرغم انها اتكلم عليها ناس كتير خاصه كانت في الحروب اكتر لانها في الفتره الاخيره هي اللي اصبحت مؤثره بشكل واضح لان هي بتعتمد على ايه الاداره؟ تعتمد على انك بتوظف المجتمع اللي انت بتتولاه توظيف جيد طبقا لامكاناته
بحيث تطلع اكثر فوائد ممكنه منه. فهو دي القاعده الاساسيه عندك، سي قدرات، امكانيات فكريه، امكانيات داتا بيانات، عندك امكانيات بشريه، عندك امكانيات معامل ومصانع، ازاي هتدير المنظومه دي كلها عشان اطلع ناتج تطلع فيها احسن حاجه وباقل تكلفه ممكن. هي ده التعريف الاداره بشكله ومضمونه. طبعا بيبقى له بقى عناصر كتير، وزي ازاي التخطيط وتخش في التنظيم والهيكله والمستويات الاداره ووسائل الاتصال، وندخل على التوجيه والقياده والحوافز والكوميونيكيشنز، وبعدين تروح على التقييم المستمر للعمل والتخطيط طويل الامد والمتوسط، يعني منظومه علميه متكامله. قدرتك بقى كادارجي او زي ما بيقولوا كده بالعاميه، او كراجل بتقود، ان الكلام ده كله يبقى في دماغك، بتوظف في الناس طبقا لامكانياتها وقدراتها بشكل يتمشى مع المنظومه مع الهيكله، وتدي الاختصاصات، وتدي كمان حق اصدار القرار، يعني تحمله مسؤوليه القرار. وبقى في طرق حديثه جدا في الاداره، يعني مثلا يقول لك اداره بالنتائج، يعني تقيم الاداره بالنتائج بالانجازات، تقيم الاداره او تعمل الاداره على المكشوف، يعني بمعنى انك انت حتى مناقصات ميزانيات خاصه في المجتمعات بتاعتنا دي ماشيه تمشي مع مجتمع الانديه، انك تعملها علنا قدام الناس، قدام اعضاء الجمعيه العموميه، بحيث ما يبقاش فيه يعني الناس بتتكلم على اجتهادات يعني. اي بالظبط كده. فالاداره بالجهد، الاداره بالصبر، شوف بقى يعني انك انت بتصبر شويه على امكانياتك لغايه ما تتمكن، انك انت كمان تتفرد بشغلك وتنسى اللي بيتقال، يعني ده لوحده برضه نظام طبعًا اداره طبعا. ودي يعني بتخليك يعني كل يعني لو اتعرف في اتجاهك في الاداره، يعني دكتاتوريه وديمقراطيه وده هادئ الطباع، لو اتعرف انك حاجه واحده خلاص انت يبقى انتهيت، يبقى في مفتاح يعني. خلاص انا عرفت، يقول لك مفتاحك ايه يعني، ده مفتاحه ايه؟ لا وهاش كده صح. يعني انت التدريب بقى يخليك تعمل الكلام ده، يعني يمكن الميزه ان حضرتك دربت الاول، ان انا دربت فتره طويله طبعا، منتخب مصر وطبعا نادي الزمالك وفتراته جبنا انجازات كبيره وكده، لكن التدريب كمان عشان الملعب عاوز سرعه قرار، وعاوزك توظف الناس دي بتوظيف جيد، وعاوز تعمل لهم التكتيك المناسب للدفاع الفريق المنافس، ويعني في شغل، في ابتكار وابداع. انا احب التدريب. حضرتك تدرجت في المناصب لحد ما وصلت رئيس نادي الزمالك، يعني الناس برضو ممكن تبقى، في ناس او الجيل الجديد ممكن ما يبقاش عارف دكتور كمال درويش ابتدى ازاي، فخلينا برضو نعرف الناس ان الموضوع ما هوش حد كان حابب ان هو يقود فدخل، يعني مش برضو مش هدخل كده وخلاص، هي الموضوع ليه اسس، يعني زي ما حضرتك قلت ان هو الموضوع علم اكتر منه اي حاجه، فاكيد في اسس. طبعا هو طبعا التدريب كمهنه يعني في الفتره الاولانيه ما كانتش موجوده انك تقدر تتفرغ فيها، لان زي ما انت عارف حضرتك الادارات بتتحكم في المدربين، يمشي ده ويجيب ده. طبعا ما ينفعش يبقى انسان بيعمل وظيفه مش ضامن فيها استمراريته طبعا، ومعرض في اي لحظه زي ما احنا بنشوف الوقت كده، ان في لحظه بيمشي صح، وما كانش فيه عقود ولا كان فيه حاجه زي كده. انا رجعت من بعثتي بدري شويه، انا عملت الماستر والدكتور في بيداجوج من المانيا، خلصت سنه 71 ورجعت اشتغلت هاندبول، يعني كان الماستر في الهاندبول، كان حتى الموضوع لسه انا فاكره كويس، ان التكوينات الهجوميه للاعبي اوروبا اتعملت على بطوله اوروبا. الدكتوراه كانت عن تنظيم واداره الرياضه في ساعتها، كان لسه المسمى الجمهوريه العربيه المتحده، اللي هي طبعا اشتغلنا على مصر يعني. فما رجعت انا كنت بلعب طبعا قبل ما اسافر، لعبت في المانيا، دربت في المانيا، في المرحله بتاع الدكتوراه دربت، يعني احترافي، يعني الموضوع ما كانش هوايه هناك. احترافي. وبعدين رجعت، فطبعا بعد ما بترجع بقى الناس فاكراك هاندبول يعني،
فهو قلنا لازم طبعا يبقى المكان اللي بتشتغل فيه يبقى مكان فيه امكانات يعني. ففعلا كان الاختيار للزمالك بحكم بقى الانتماء. وكان ساعتها رحمة الله عليه المستشار توفيق الخشن كان هو الماسك. وكان الحقيقة لازم نذكر الناس اللي هم يعني كانوا متواجدين في الفترة دي. كان الأستاذ عبد الفضيل طه كان في المسا الصحفي الكبير ده المشهور. وكان معاه المهندس حسن صقر كان أكبر لاعب الفريق. وكان 19 سنة. كان 19 سنة. بس بس هو كان كابتن الفريق. بس هو كان كابتن الفرقة اللي هم طالعين مع بعض من مدرسة الأورمان. مجموعة كلها. فدي كانت التشكيل. وكان في مشاكل في الفرقة مع المدربين وكده. فكانت نزلت خالص يعني. كانت 12 فرقة. كان الزمالك فريق ال 12. الأخير. اوكي. فطبعا كان مجهود كبير. انا راجع طبعا بشغل حديث. احنا كنا بنلعب كرة يد ثابتة دفاع منطقة. وكانت النتائج بعيدة قوي عن المستوى الاوروبي. فاوروبا كانت بتلعب بالحركة يعني تلعب نقلة تقريبا المان تو مان بريس بقى الملعب كله نص الملعب زي ما بتلعب لغاية الوقت. فدي كانت اول الانطلاقة. فحضرتك نقلت كل ده بقى على هنا وكان الحظ او كان وقتها الامور مساعده لانه الفريق ما كانش في حالته. طبعا كان لازم بتغيره لازم تغيره. وبعدين كان لسه ما وصلش علم التدريب مصر يعني حتى ما كانش بيدرس في الكليات. كان مجرد انه لعيب بيعتزل فبيدرب بس زي ما شاف اللي قبله بيدرب بالظبط كده. في بعض الناس لغايه الوقت كده على فكره. في طبعا في كل حاجه يعني للاسف الشديد يعني. كمان ما كانش في كتب. ما كانش في مؤلفات كتير. كانت مؤلفات محدوده جدا من الاساتذه اللي موجودين. فطبعا النقله انك انت كل لعبه من الالعاب لها مقاييس معينه. ده طبعا علم. وانت جاي بقى من المانيا والمانيا الشرقيه بالذات كانت العلم كله. كانت كانت اخذ الرياضه سبيل للاعتراف بيها سياسيا. حلو. يعني هي اعترف بيها رياضيا قبل سياسيا. فكان بقى تركيز يعني بيشتغلوا بتركيز عدد السكان قليل. فبقى في انتقاء. الانتقاء لازم يتم على مواصفات طبعا. المواصفات دي مورفولوجيه ونفسيه وعقليه من كل بقى الانواع الاختبارات الموجوده. وكانوا بيشتغلوا طبعا في معامل التدريب طبعا. بيشتغل تحت ضغط بيشتغل تحت عدم وجود اكسجين. الاروبيك والاناروبيك يعني الشغل ده كله. وكانوا الناس الفرق بين المدرسة الأوروبية والمدرسة الغربية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا إلى آخره. كان الفرق هي قضية التركيز. يعني المدرسة الغربية تعتمد على الماسة على العدد. حلو. الناس بتمارس الرياضة فبيبان منهم الناس. فالكويس هناك بيبان. العدد محدود. فلازم أنتقي كويس. فلازم أنقي. واختار. واركز في التدريب. ال 17 مليون بتوع المانيا الشرقيه دول طلعوا بنسبه السكان كان بيطلعوا الثالث. المفروض الاول. على روسيا على الاتحاد السوفيتي كان ساعتها. وعلى الولايات المتحده امريكا. فالشغل بتركيز. وده كان ساعتها مناسب قوي هنا طبعا. الاختيار مهم طبعا لان الناس كان بيلعبوا قصيرين. كنت انا اطول واحد. انا بعد كده بقيت اقصر واحد في الفرقه. بالرغم ان انا طولي يعتبر طويل نسبيا. بس مش الطول المطلوب. فبقى ابتديت انقي واجيب والف في المدن واجيب اطوال زي مصطفى الاحمر زي سعد سليم. طلع من عندنا علاء صلاح كان اطول واحد عندنا حسن صقر بقى كل دول أطول اجسام بقى اجسام. وبعدين بقى المراكز لها مواصفات. يعني ما بتلعب في الاجنحه. غير ما بتلعب في الخط الظهر طبعا. بلاي ميكر بيبقى ايه كل بقى وظايف اشتغلنا الشغل ده. اول سنه قربنا النتائج. طلعنا برضو ال 12 وما نزلوش حد عشان هم كمان كاتحاد كانوا عاوزين الزمالك يدخل طبعا ويبقى موجود. ما كانوش عايزين ما كانوش حابين الزمالك يبقى مش موجود. يبقى يعني المنافسه مطلوبه جماهيريا. تاني سنه الثالث سنه الاول وعلى طول من ساعتها بقى اول على طول على طول. لغايه ما الواحد بطل. فطبعا
مع ده كان انا مهتم بالكليه يعني انا في كليه التربيه الرياضيه طبعا كنت مدرس في الكليه ثم استاذ مساعد ثم استاذ وبعدين بقى مسكت رئيس قسم ثم وكيل كليه دراسات عليا وبعدين خبت عميد للكليه دي بقى المراحل اللي خليتك يعني انت بقى بتقلل شويه عمليه الملعب وبتطلع معاك بقى ناس مساعدين بتصنع كوادر زي كمان زي مثلا الدكتور سامي محمد علي زي الدكتور جمال حماده زي الدكتور محمد توفيق الوليلي زي بقى محمد الرئيس وبعدين بقى الاجيال الجديده اللي طلعت بعد كده وابتديت انا اطلع اشراف قطاع وبعدين كان طبعا العدد قليل في نادي الزمالك ابتدينا نعمل ندوات في الانتخابات والناس تقدم نفسها وتعرض افكارها وشويه شويه الناس طبعا عرفوا من خلال الانجازات فابتدوا يطالبوا بانك تخش فترشحنا كانت مفاجاه شويه اول مره طبعا لم اوفق تاني مرة أول مرة دي كانت في أوائل التسعينات مثلا؟ 91 كانت 91 كان قدام المهندس نور الدالي رحمة الله عليه المهندس جلال المستشار جلال إبراهيم وأنا أنا طلعت الثالث بس الفروق قليلة أوكي 96 طلع قرار تعييني بعد مشكلة الزمالك بتاعت الانسحاب بتاعت ماتش الأهلي والحكم حكام كانوا ممنوعين يحكموا وبعدين فوجئوا بوم في الملعب شغلانه كده حتى تحل الاتحاد وتحل نادي الزمالك فمسكت التعيين بتاع حوالي 6-7 اشهر رجعوا تاني بالانتخابات عملنا انتخابات في مارس كسبنا بمجموعه مميزه الحقيقه من الرياضيين وبعدين 2001 دوره تانيه انتخابات لغايه 2005 وبعد كده دخل قدامنا المستشار مرتضى، المستشار مرتضى نجح بس بقى بعد ما نجح كان ناجح بالجروب بتاعي كله، مجلس الاداره كله. حصلت مشاكل انتهت بقى بتعيينات، الفتره دي كانت فتره قاسيه شويه بالنسبه لفريق الكوره وكل الفرق الرياضيه الحقيقه. يعني ابتدت نهار مع دخول نظام الاحتراف بشده. فاللعيبه بقى ما فيش فلوس، ما فيش اداره مستمره، ما فيش استقرار. فقعدوا العشر سنين تقريبا لغايه لما رجعت 2013 بالتعيين بطوله الكاس بالظبط كده فده يعني سرد تاريخي سريع عشان نوصل للاجيال الجديده فعلا لكن خليني اسال حضرتك برضو التوليفه اللي حضرتك نجحت بيها من 96 ل 2005 فتره مزدهره جدا يعني تاريخ الزمالك هيكتب دايما ان الفتره دي كانت فتره جيده جدا ايه التوليفه اللي دكتور كمال درويش اختارها علشان ينجح النجاح ده انا اقول لحضرتك الحقيقه المجموعه كانت بتساعد يعني كان معانا في الوكيل الدكتور اسماعيل سليم وكان معانا امين صندوق الاستاذ محمود بدر الدين وكان معانا الاعضاء عزم مجاهد كابتن عزم طبعا مع احترام الاسماء او الالقاب عزم مجاهد وكان محمد السكري كان معانا كمان مفيش قنوات خاصه مفيش يعني يا دوبك مفيش كل تفصيله يعني بيبقى عليها اضواء يعني الموضوع يا دوبك يعني بعض جرايد وكده صح واجزاء برامج طبعا لكن مش قنوات متخصصه في الرياضه ده شق الاعلامي ده مهم جدا يعني ده ضاغط بس كنا فقراء جدا مفيش فلوس كنادي ما كانش فيه امكانيات ماديه يعني لو ما كانش متعمل مثلا المحلات اللي اتعملت اللي حوالين السور المهندس حسن حلمي رحمه الله عليه ما كانش يبقى فيه عندك ايراد خالص كمان كان النادي الحقيقه من ناحيه رعايه النادي كانت ضعيفه جدا ما فيش يعني محدوده كان السوق كله كده يا دكتور كان السوق كله وقتها الرعايه مبالغ السوق كده بس كان الاهلي بيميز بان كان عنده علاقات اكبر واحنا في الزمالك مشكلتنا من وجهه نظري يعني انه نادي مفتوح، نادي عامل زي كده مجتمع شعبي مفيش سر، مفيش نو هاو تحافظ عليه، هي دي مشكله النادي حتى الان وتملي فيه منافسه شعبيه، يعني مثلا احنا اول نادي تعمل فيه جمعيه عموميه غير عاديه وتكتمل اول نادي يصر على ان رئيس النادي لو دخل الدوري يعني في الجمعيه العموميه غير العاديه اللي دخل مش هيدخل الانتخابات وتسقطه يعني
في حاجات ديمقراطيه حلوه يعني. اول نادي يعمل ندوات، الناس تعرض نفسها، تعرض مشروعاتها، تعرض برامجها. فالنادي في الحته دي كان كويس، لكن انت اللي بيشغل الحركه دي كلها الحقيقه اموال. كانت وزاره الشباب والرياضه بتساعد. الدكتور عبد المنعم عماره كان في الفتره الاولانيه كان فعلا بيساعد على قد ما بيقدر، لان برضه هو بالنسبه له مهم جزء من الاساس طبعا، النتائج بيتحاسب برضه عليها، بس كان بيعملها يعني بشكل برضه مش على قد اللي مطلوب، مش على قد اللي انت عاوزه طبعا. كمان مشكله انك بتكسب عاوز مكافآت وعاوز سفر، عاوز مباريات واعداد. خلينا نقف هنا. طب ثانيه يا دكتور، حضرتك فعلا ليك مقوله شهيره ان قلت للعيبه في مره كفايه بطولات انا ما عنديش فلوس المكافآت في فتره الالفينات بدايتها؟ لا هي مش في الطريقه دي يعني، دي كانت طبعا طريقه نسبت لحضرتك يعني. هي اتاخدت يعني، لان كان بيجي عليك ضغط ان كله كسبان. كانش منافس قوي. لا كان منافس قوي وعمل مبلغ لينا اكبر. وحصل بقى مشكله وازاي المهم ان احنا قدرنا بالتدريج ان نبقى زي الليجل مع الاهلي. بس خدت وقت. خدت وقت. بس دي بناء على علاقات يا دكتور؟ يعني طبعا بتحصل بالعلاقات. طبعا. لها تاثير العلاقات، بس كمان النتائج النتائج بتاثر. طبعا. يعني لما تبتدي تكسب، طب انت طب ايه الفرق؟ لما اخد بطولات الطبيعي ان الرعايه تزيد. خلاص انا بكسب. وبقيت عديت كمان يعني من حجم البطولات في الفترة الأخيرة في الدورة الثانية، واضح جدا فرق كبير عن أي نادي موجود في أفريقيا كمان، مش في مصر فقط. احنا خدنا أحسن نادي في العالم 2003 فبراير 2003 فبراير فالموضوع بقى طب ليه لأ؟ ده السبب يعني. وجت شركة حتى انترناشونال تعاونت مع الأخبار وخدنا مبالغ أكبر. هي الحقيقة يعني اللي انا عاوز اقوله حتى بالنسبه للرياضه بعد يعني الخبره الطويله في العمل الاهلي في القطاع الاهلي، ان المنافسه الكبيره ما بين الناديين هي اساس المنتخبات. طبعا مش عايز اكلم، لانك انت النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي الزمالك والنادي الاهلي هو بيجيب احسن لعيبه ممكنه وبيجيب لهم احسن اجهزه ممكنه. هو بيختار من كل حته في مصر وانت بتختار وفي منافسه على الاختيار، فبتجيب احسن ناس تديهم احسن اجهزه بيطلع لك في الاخر احسن نتيجه. صح. الدمج بتاعهم يديك احسن منتخب. طبعا. يعني بيبقى حوالي 70 80% تقريبا اهلي وزمالك. اهلي وزمالك. مش عايز اكلم. مش بمحاباه زي ما بعض الناس بتقول، لا، لان في الاصل دور على اللعيبه النجوم هتلاقيهم كلهم من نجوم مصر. من اللي من اسوان واللي من الاقصر واللي صح. من مغاها واللي من البحيره واللي من طنطا والمنصوره كان بقى قواعدها كبيره جدا في بعض الالعاب زي الباسكت فقوس في الشرقيه، الهاند بول في الصعيد، اسيوط، اسكندريه، السواحل، يعني بتجيب بس العين بقى في الانديه الكبيره دي هي اللي بتجيب كل المواهب من فده بتعمل طفره في الرياضه. وذلك يعني الأهمية والشعبية جت من كده طبعا، يعني جت انك انت ليك ولاد في كل حتة. وبيرجعوا. بس هل في وقت ما كنت حضرتك موجود كانت المنافسة شرسة قوي كده؟ يعني الأمور كانت محتدة دايما ما بين الناديين، ولا الأمور كانت أهدى من كده شوية؟ لا أهدى. كانت أهدى. كانت أهدى. كان في يعني تفاهم كبير يعني. وصل هي في الآخر يعني منافسة ضرورية لصالح المنتخبات القومية، وفي نفس الوقت انك بتحافظ على البشر يعني طبع. على العلاقات الإنسانية طبعا يعني. طبعا. وبعدين يعني المجموعات كانت مجموعات يعني تستطيع ان تتحمل بعضها يعني. يعني علاقة حضرتك برئيس النادي الاهلي وقتها كانت على ما يرام جدا. طبعا جدا طبعا، مفيش اي مشاكل وما زالت حتى الان. انا قصدي ان وقتها دايما بيبقى في التنافس، الرئيس هنا والرئيس هنا، ده عايز يعني. هو في الاول كان انا حضرت فتره مع كابتن صالح سليم. بالظبط. وبعدين كابتن حسن حمدي. طيب مفيش حاجه. وبعدين كابتن حسن حمدي الحقيقه لغايه النهارده بنتقابل، فمفيش يعني مشكله خالص من ناحيه الادارات او الامور اللي بره الملعب. تفاهم كمان يعني. في فتره اللعيبه حاولت تتلاعب بالناديين، تروح تمضي سرا او اللي هو انا في الزمالك واقول الاهلي جاي لي، او الاهلي يقول الزمالك. حلناها بالتليفونات، وفي ناس مضت
ورجعنا الامضاء وخدت فلوس ورجعناها. في ناس مضت في الاهلي؟ ايوه اللي هو الاباني مثلا، كان اباني يعني بقى الايام مش ما احنا خلاص يعني. ايام عدت واعتقد انه شيكابالا هو الاباني، الدنيا اتغيرت يعني. لكن رجع لعب تاني في النادي وبتاع. المال مؤثر يعني برضو، بس التليفون كان محتواه ايه يا دكتور؟ يعني اي لعيب بيحاول يعمل كده ما نخليهوش، ما نديلوش الفرصه احنا؟ بس لان برضو ما انت اما يحصل لك كده ما انت هتعمل نفس الكلام. ما طبعا هي سهله هتتعمل في الاثنين خلاص. ما انت بشر هتلعب له بالفلوس خلاص. واحنا مش ميالين لكده يعني بطبيعتنا يعني. لكن في جميع الاحوال الدنيا كانت ماشيه كويس يعني، بتفاهم. البعض ممكن يقول انه رئيس نادي زي الزمالك مهم انه يكون ليه علاقه بالكوره بالذات، فلكن حضرتك الخلفيه الرياضيه عند حضرتك هاندبول، ده ما صعبش مهمتك مع الكوره باعتبار انه دايما الواجهه لنادي الزمالك او النادي الاهلي كوره؟ ما حسيتش بصعوبه في اي حاجه في التعامل حتى مع قطاع الكوره جوه النادي؟ هو بتوع الكوره عارفين ان انا بلعب كوره. احنا ملعبنا جنب ملعب الكوره، الملعب الحمرة القديم ده. فاحنا كنا بنلعب خماسيات، كنا بنجيب بتوع الكوره نكسبه ماشي. فلازم يصدقوا ويقتنعوا خلاص. لا بس انا لعبت كوره يعني. انا في الحقيقه في الرياضه يعني كنت متعدد شويه يعني انا لعبت كرة قدم في نادي بورفؤاد. ده قبل السفر لألمانيا؟ لا وانا طالب في الثانوي. ده زمان خالص يعني. طالب في الثانوي. وبعدين كانت بدايات الهاندبول. احنا كنا بنلعب باسكت. كمان لان انا من بورسعيد اصلا. احنا ما عندناش في الحياه الا الملاعب. يعني الملاعب والشاطئ. لا في لا تقدر تخرج، والملاعب صغيره لو خرجت وعملت اي شيء في البيت عارفين. طبعا بيوصل. ايوه. فهو السواحل كلها عباره عن الاسر يعني. صح. والاعداد صغيره، فطبعا ما فيش قدامك غير الرياضه. فانت بتتعدد يعني، بتلعب هنا وبتلعب هنا، لما تلاقي واحد رياضي بيكمل بقى. طبعا. لكن الهاندبول كان بقى بدايه، فطبعا بتخش والتخصص في كان فيها وكل حاجه والنجاحات فيها يعني. طبعا. هسأل حضرتك أكيد عن النجاحات اللي في الهاندبول، لأنه حضرتك أحد المؤسسين لفريق الهاندبول اللي لحد النهارده هو يعتبر من أقوى الفرق في أفريقيا. هسأل حضرتك عن ده وعن ملفات تانية كتير. خلينا نطلع على فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور كمال درويش في سوبر تايم. بعد الفاصل عندنا كلام كتير جدا نقوله، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد، دكتور كمال درويش ضيفنا النهارده في سوبر تايم. دكتور كمال، خليني اسال حضرتك على ملف مهم جدا، هو ملف اللجنه المكلفه باداره اتحاد الكوره. البعض متخوف من فكره الوقت الضيق، البعض شايف ان الملفات كتير، البعض ممكن ما يبقاش لسه عارف او مش عارف يحكم قوي، والبعض كمان حكم احكام مسبقه بالانتماءات. فخليني اسال حضرتك على رؤيتك للجنه بالمهمه الصعبه اللي هم داخلين عليها. والله أنا شايف إنها مجموعة برضو مميزة يعني. يعني الأستاذ عمرو الجنايني بنكيرة مستوى عالي يعني، ممكن ده يفيد في الأمور المالية والنظام المالي جوه الاتحاد، ودي حاجة مهمة طبعا. الدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية في أسيوط، وأستاذ إدارة رياضية طبعا، وأصلا برضو مدرب كرة قدم. بالظبط. وعنده مؤلفات وممتاز هو في عملية التنظيم والإدارة ومطلع يعني الحقيقة. فده مكسب كبير يعني، مكسب كبير للاتحاد. هو اشتغل في الاتحاد يعني، هو كان عضو مجلس إدارة قبل كده، وعنده من الخبرات انه يعني يقدر يكون كمان قاعدة انتخابية في الصعيد، قاعدة كويسة يعني. انا مجرب طبعا. هسأل حضرتك عن الفترة دي لانها فترة صعبة كده. طبعا الدكتور جمال، لا الدكتوره سحر طبعا، كانت ماسكه نادي النصر من الانديه وكانت ماشيه كويس وارتقت بنادي النصر. وعندنا طبعا محمد فضل شباب جديد اشتغل كادر مهم جدا. مهم ومتعلم كويس، واشتغل برضه في التنظيم طبعا، كان مدير الدوره بالظبط، شيء كويس. واحمد عبد الله. احمد عبد الله طبيب في الاصل، وكان لاعب كره قدم مهذب جدا جدا يعني، من الناس
كان ايامي كان بيلعب كان ملتزم جدا من الملتزمين. فالمجموعه كويسه حلو. هي الملفات كتيره وصعبه وصعبه بس هو في حاجات ممكن تتعمل كويسه يعني ممكن ملفات مثلا الخاصه باللجان لازم اللجان تاخد حقها يعني مثلا كمان لو قدروا يعملوا رابطه الانديه فعلا يعني انا مسكت سنه 2013 لجنه الانديه المحترفه فكانوا بيعتبروها لجنه من لجان الاتحاد وانها ما هياش قرارات ودي توصيات بالرغم ان في النظام الاساسي هي المسؤوله عن تنظيم المسابقات الانديه المحترفه يعني الدوري والكاس هي مسؤوله مسؤوليه كامله عنه في تعيين الحكام والمراقبين ونظام المسابقه هي المسؤوله مسؤوليه كامله لكن كانوا القرار اللي ماشي مع الاتحاد ماشي القرار اللي مش ماشي مع الاتحاد خلاص بلاش توصيه توصيه فده طبعا يعني دي لو اتعملت بشكل كويس جدا ويجيبوا الناس على مستوى يتولوا معروفين بالحياديه ومعروفين بالتنظيم الجيد لهم خبرات كبيره في اسماء ناس لما تبحث هتلاقي في اسماء محايده خبراتها طويله وتقدر ما هماش اصلا منتمين لان في مجموعات اتعينت عشان القضايا الانتخابات ودي أسوأ حاجه في القطاع الاهلي يعني انك انت تبقى معايا في الانتخابات بقيت الراجل بتاعي اعينك ما ينفعش انت المفروض بناء على كفاءتك او تقدر في المكان ده ولا لا وخاصه انك بتدير منظومه دلوقتي محترفه طبعا فيها ضخ اموال ضخمه ما ينفعش الهوايه تتسيد لان اصبحت يعني مدانه مدانه من غير ما تعمل حاجه يعني طب ليه انت تعمل الاموال دي كلها وما تجيبش محترفين طب انا مش متخصص اجيب متخصصين واديهم مرتبات محترفين يديروا يساعدوني يعني ممكن انا مش برفض العمل التطوعي بس اعمل العمل التطوعي واللي انا مش فاهم فيه اجيب متخصصين حلو وهو ده اللي تعمل نتيجه حتميه في التقدم والتطور حضرتك ضد الاستعانه باي اجانب في الاتحادات في اتحاد الكوره انا يعني مش قضيه عدم الاستعانه بالاجانب او الاستعانه لكن انا قضيه اللي يمسك يبقى قد المكان يبقى متعلم كويس بيقرا كويس الوقت المعرفه سهله الحصول عليها صح تسأل في تليفون ممكن مساعد في التليفون خلاص بطلع اي حاجه طلع اي حاجه وتسال عنها وتستفسر لو انت عندك دي الشخصيه مقاومتها المصري احسن المصري عايش طبيعه اللاعب المصري ولو قدر كمان علميا يا سلام ولو كان بيلعب يا خلاص يبقى خلاص كده يعني بتخش الملعب اللاعب بيحس بيك فاهم يعني انا حتى في التدريب يعني كان يبص لك الملعب النهارده هيبقى عامل ازاي يقول لك الجو عامل ازاي بشغل العمل بلاحظ عامل نفسي مش سامع لكن مكمل فهي القضيه المصري والوطني اكتر بس يبقى على كفاءه بالظبط طب دكتور كمان مطلع على الحديث يعني خليني اسال حضرتك سؤال بطريقه تانية لو حضرتك النهارده اللي بتتولى المسؤوليه دي اول ملفات هتبص عليها ايه او اول ملفات هتهتم انك تحلها ايه طبعا انت عندك 100 ملف يعني طبعا ملف المسابقات اللي بتتكمل في غير ميعادها دي حلو فاول حاجه نعمل جدول معروف بدايته ونهايته ضروري ماشي ليه لان التدريب عباره عن تقنين احمال عشان ما يحصلش الاصابات دي طبعا وعشان يقدر يلعب كل المباريات دي لازم يبقى عارف اوله واخره والاجازه امتى والاجازه السلبيه والاجازه الايجابيه ويدخل ازاي الموسم باعداد بدني واعداد مهاري واعداد تكتيكي واعداد نفسي طب. يعني الناس كانت بتتريق على صلاح لازم يسافر لا لازم هيكمل ازاي؟ انه اللي بيسافر ياجز يعني في اي حته أيوة على البحر زعلانين ليه؟ لكن ده مهم جدا بالنسبه للرياضه ده من اصول التدريب طبعا يعني حتى في التدريب لما يقول انا بقنن التدريب اللي جايبه عجله غير اللي جايبه عربيه غير اللي جايبه مواصله للنقل العام ده جاي مش شعلق باذل مجهود ده جايبه عجله مسخن وده قاعد في التكييف في العربيه وده جاي في التكييف وده راكب طياره صح يعني دلوقتي بقى فيه تفاوت في كل حاجه صح فده كله بيخش في تقنين التدريب عشان تقدر تطلع ده طبعا عشان تعمله لازم تحدد بدء المسابقه ونهايه المسابقه جميل دي مهمه جدا دي اساس الشغل كمان القاعده
قاعدة الممارسين محدودة للغاية. في شعب 100 مليون، احنا مش 100 مليون بيمارسوا رياضة. احنا بعيد خالص. احنا رقم ضئيل جدا بالمقارنة بالتعداد. طبعا. طبعا بعيد جدا. المذيع اللي بيطلع بيقول لك احنا 100 مليون، لا احنا مش 100 مليون، مين بيمارس رياضة؟ صح. ومين بيمارسها بأني شكل كمان؟ بأي شكل. بأني شكل احترافي. وتحت أي إشراف. طبعا. يعني فأنت النشاط الأول ليك اتساع قاعدة الممارسة. اختيار الناشئين. لازم متخصصين. مش بمجرد النظر. أو بمجرد العلاقة. أو بمجرد القرابة. يعني حتى الرئيس اتكلم على الحكاية دي. يا جماعة خليكم حايدين. واشتغلوها صح. ده شغل، ده شغل مهني. يرفع مستوى الأداء. صح. فالانتقاء مهم. الموهوبين. ده في الدستور موجود الوقت. رعاية الدولة ترعى الموهوبين. صح. وفي مشروع الوقت موجود في وزارة الشباب والرياضة للموهوبين. صح. والموهوبين في كرة القدم على وجه التحديد. بالظبط. مشروع قومي. مشروع الألف محترف ده كمان من ضمن المشاريع المهمة. وعندك كمان الناشئين في 9 ألعاب، الوقت بقى 11. فاللي بيشتغلوا عليه وبقالهم سنتين ومكملين في سنتين تانيين. يعني في شغل دلوقتي بيتعمل. بس هي دي في كره القدم على وجه التحديد عشان ما نخرجش. دي لازم تتعمل يعني. اول حاجه انشطها ازاي؟ انديه الدكاكين لازم تقف. اللي هي ايه انديه الدكاكين؟ ان واحد فتح محل وعامله نادي. نادي مش نادي، لا ملعب ولا يقدر ولا اوض لبس ولا يقدر ياجر. طبعا. وتخش يعني مكان غير ادمي. ده الرياضه اساسها الصحه. اساسها نظافه الجسم. طبعا. التغذيه الجيده، كلام بس حضرتك هنا تقصد انه كمان انديه الدكاكين تخرج من الجمعيه العموميه. طبعا. مش عايزه كلام. طبعا. ما ينفعش. ما ينفعش انه نادي بحجم الاهلي والزمالك يتساوى بنادي تحت الاهلي والزمالك واسماعيلي ومصر واتحاد ومصري واسوان وطنطا وكل الانديه. اتحاد الشرطه مش ممكن. طبعا. يعني من خلال التجربه، يعني تجربه الانتخاب ما ينفعش. يعني ما ينفعش. طبعا الناس بتقول لك لا كل سواسيه، احنا مش في مجلس نواب يعني. انت يعني بتشتغل عشان تعمل اسم مصر. عشان ما يحصلش الحزن اللي حصل في كاس الام. صح. فانت بتعمل شغل صح يعني. وانت لو مارست، لو الرياضه اتمارست يعني، مثلا في مشروع حاليا تاني لاجباريه ماده التربيه الرياضيه في المدرسه. تعرف دي لو اتعملت، هو طبعا الوزير الدكتور طارق وافق فورا. وبقى هتبقى درس التربيه الرياضيه ماده اجباريه. حلو. ده بناء على توجيهات الرئيس بان الرياضه امن قوم. يعني لما اتعمل كمان كل البلاد المتقدمه عندها ده مليون صحه. اكتشف طبعا السمنه، اكتشف فقر الدم، اكتشف الاقزامه. يعني امراض كلها مرتبطه بانك ممكن تتفاداها بده. ده عندك قد ايه في المدارس اللي هي عندك 21 ل 22 مليون تلميذ. رقم مرعب بالنسبه للممارسين الرياضه. عندك كمان 3 مليون وشويه في الجامعات. الجامعات ابتدت تنشط، اتحاد الرياضي الجامعات ابتدى ينشط. ابتدى كمان في اقتراح بان تعتبر مقرر التربيه الرياضيه مقرر شرط من شروط التخرج من ضمن متطلبات الجامعه. يعني في شغل بيتعمل حاليا سواء من وزاره الشباب او وزاره التعليم العالي او وزاره التعليم. في لجنه مشتركه بين الثلاث وزارات بيشتغلوا على الكلام ده. الاتحاد لازم يستفيد منهم. صح. الاتحاد هو بقى الفني بتاع الكلام ده. بس هل يقدر في خلال السنه دي يستفيد منهم؟ ولا يبدأ. محتاج وقت يبدا. يعني زي مثلا مشروع دراجه لكل طالب. الناس ابتدت تهاجم. بتهاجم ليه؟ ما تسيب المشروع يتعمل. هيبان فيه دفوهات، الدفوهات دي ناخدها ونصلحها ونقللها لحد ما يبقى ما فيش دفوهات ونعمل جراج وبتاع. انت لما بتروح اوروبا كل الدنيا ماشيه بعجل وعامل جراج والناس تحط الكويل جوه بتاع تاخد العجله وتمشي. الوقت في المدن الجديده يعني مثلا زي الشيخ زايد. صح. والتجمع فيه خلاص كمان. والتجمع بقى فيه. صح. خطوه، خد الخطوه. في ناس ضد التطور. ضد انك انت تعمل شيء طيب. اتحاد الكره لازم يفكر كده. لازم يفكر في المستقبل. يعني حتى لجنه مؤقته لمده سنه تعمل نظام على انه يستمر. صح. مش حتى اللي يجي بعديه يكملوا يعني. مش ان انا ماشي افرح. صح. والناس ما تستعجلهمش. يعني مش هو مسك النهارده فبكره يلا النتائج، بكره مصر تكسب. لا.
لو اتكلمنا على الانجازات اللي عملها كره اليد، كنت حضرتك كلام أيوة في الاول. ايوه، هذا المشروع معمول من سنه 90. 93 خدنا بطوله العالم للشباب. ايوه مظبوط، جمال شمس. 99 طلعنا رابع عالم. السيستم ما زال موجود، خطه طويله الامد. من ساعه ما الدكتور حسن مصطفى مسك رئيس الاتحاد الوطني وكان بيتعمل المشروع ده، وكان معظم الناس متخصصين. لان اللي دخل كره اليد المجموعه متخصصه، يعني اللي هم بيخدموا كره اليد، مش داخلين وخلاص. فدول عملوا الشغل كله بشكل علمي. كل الناس بتحضر، اللي ما يحضرش المعسكر اللي قبل بدايه الدوري وياخد المحاضرات ويشترك في ورش العمل ملوش مكان، وتتعمل قواعد استثنائيه ما هياش في القانون العام. لكن مثلا في مراحل سنيه مبكره يتعمل مثلا التصويب من الخارج بجونين، التصويب من الداخل بجون، عاوز عشان الناس تعلى. اتعمل مشروع العمالقه اللي هو اختيار الاجسام الكبيره، اللي هو زي ما انا قلت في الاول. في الاول ان دي لكل لعبه لها مواصفات بدنيه وجسمانيه. فالموضوع كله مرتبط ببعض، بس اساسه التفكير فكر مفتوح. يا ما تفكرش تحت رجليك انا عاوز اعمل كده اغير فلان ولا اغير فلان، انا مش فارق معايا اغير فلان، انا هغير النظام. النظام هو اللي هيغير لي اي حاجه ثانيه، واللي يتولاه يبقى مسؤول، والمسؤول يتحاسب. طب هل ويبقى بيد، ما يبقاش متطوع، يبقى بيد، يبقى بياخد مرتبه او بياخد. طبعا انت بتشتغل دلوقتي في مليارات، صح، في كره القدم على وجه التحديد مليارات. ففي امور مش عيب ان انا ادفع لحد مرتبه علشان يشتغل. تدفع بدل ما يخرج. يجي لك ولادك اللي خرجوا. لما يلاقيك انت بتعامله وبياخد مبلغ محترم خلاص هيجي يشتغل. دكتور كمال، قبل كل ده قانون الرياضه لازم اسد الثغرات اللي موجوده فيه، لانه البعض كان متوسم فيه انه يكون هو الحل لكل قضايا ومشاكل الرياضه، لكن ما حصلش ده. ليه ما حصلش الاول؟ ما حصلش لان الناس، يعني هو في فتره طويله الناس اشتغلت في القانون. واشتغلت الحقيقه، يعني سواء كان من ايام الدكتور عبد المنعم عماره، ثم تلاه بعد كده المهندس حسن صقر، ثم تلاه على ما اظن الدكتور علي الدين هلال. ايوه، ثم بعد ذلك جاء العمري فاروق وكابتن طاهر بالظبط. واشتغلنا حوالي 400 واحد، المهندس خالد عبد العزيز بعده. كان ماسك الشباب ساعتها. فاشتغلنا حوالي 400 واحد. اللجنه الاولمبيه كمان عملت لجنه ثانيه، يعني بقى في لجنه في الوزاره اشترك كل رؤساء الانديه، اشترك اعضاء اللجنه الاولمبيه برضو مع وزاره الشباب، اشترك رؤساء الاتحادات، اشترك اعضاء اللجنه الاولمبيه القدامى على ان القانون يطلع متكامل. ده كله اتقفل وراح قانون تاني. ليه بقى؟ اخلى مسؤوليه وزاره الشباب والرياضه اللي هي الجهه الاداريه المسؤوله عن الشباب مصر من اي مسؤوليه في مجال الرياضه، الا المسؤوليه الماليه. ينفع؟ فكده انا مضطر ان انا الجا لاماكن تانية؟ بقيت انت تابع لتنظيم دولي بالظبط، فلو في اي حاجه هضطر الجا بره، ترجع لبره. اللي هو كان زمان نقول عدم الاستقواء بالاخر بالخارج، مش كده ولا ايه؟ صح. فاحنا بنتصور، على فكره هم مش مصممين، يعني هو التنظيم اللي تاني لما انت بتجيله هو بيتكلم، لكن لو انت شغال بتشتغل صح وعامل انجازك هيكلمك ليه؟ ده بالعكس، ده هو ينقل نظامك. لو انت بتشتغل كويس وبفكر عالي هو ينقل نظامك. حضرتك تقصد هنا ان هو مش هيتدخل غير لو انت طلبت منه. بالظبط كده. وهو كده الواقع. يعني انت اللي بيروح هو بيفكر فيك طبعا، لكن انت ما حل حاجتك، حل حاجتك طالما مش محتاج او مش محتاج. خاصة يعني مثلا اتحاد الكره فيه مدير فني للاتحاد، ملوش اي علاقه بالامور الفنيه اللي موجوده في الاتحاد. ينفع؟ ده حقيقي، ده من فتره مع انه ايه، لاعب ولاعب دولي ونجم ومدرب طبعا ونجم ومعاه دكتوراه بره. ليه؟
ما انت جايبه مدير فني ليه؟ يعني في حاجات واضحه واضحه وضوح الشمس انك انت بتتسلط على الحكام. ليه تتسلط على الحكام؟ الحكام ده هو الناتج بتاعه مستوى الاداء. لو ما تعملوش صح وتعاملوا في الملعب صح بحياديه ممكن اخطاء طبعا ده بشر. يبقى عليه السلام مفيش. لكن لو تعاملوا صح وتعاملوا بحياديه ولجنه ما هياش منحازه كل الناس تكسب. طب المهارات تعلى ومستوى الاداء يتحسن. فدي مهمه. بذكر التحكيم طب يا دكتور، يعني لو حضرتك موجود دلوقتي كيف ستتعامل مع قضيه الحكام في مصر؟ الحكام هنا دايما بيواجهوا انتقادات عنيفه. البعض بيقول المسؤولين دايما بيطلعوا علينا بجمله حكامنا بخير او التحكيم في مصر بخير، لكن الجمهور ثلاث ارباعه مش شايف كده. هو هتحلها ازاي؟ هو في مشكله كبيره، الحكام نفسهم مش واخدين بالهم. يعني هم يعني معظمهم بينزل الملعب بينسى حكايه الانتماء. لكن هو قاعد على القهوه منتمي. الكلام ده بيتنقل جماهيريا. عشان كده الجمهور المنافس بيبقى مش متقبله من قبل ما يجي، اول ما يعرف اسمه. لانه عارف انه ده الراجل ده اهلاوي او زملكاوي. ده وضعه ماشي. يعني الحكام لازم ياخدوا بالهم من الكلام ده، احنا ما بنقولكش ما تنتميش. لكن هو زي القضاء. قضاء. صح. القضاء انت القاضي في الملعب. قراراته القضاء الشامخ المصري كلهم ما لهمش دعوه بالكلام الاجتماعي ده. حتى لهم ناديهم الخاص. اللي هم شيوخ القضاء. ما لهمش دعوه خش كده ولا خش كده، لا. لانه تعرف لو دخل انحاز طبعا في قصه بقى هيتقال بقى الاجتهادات اللي احنا اتكلمنا عليها بالظبط كده. ده كذا ده كذا. ولذلك هم عندهم نظام صارم في القضاء شيوخ بالذات. فحضرتك تقصد هنا ان الحكم لازم يلتزم بده؟ لازم يلتزم وياخد باله. لازم ياخد باله ما يتكلمش بقى على موقع من مواقعه او صفحه من صفحاته انه مش عارف ايه او بيحب ايه. ما ينفعش حياديه كامله بيحصل. واللي يتعامل كده يتعاقب. عقوبات التحكيم في العلن ولا ما يصحش؟ ما يصحش ليه؟ طب ما هو معروف لا، يعني البعض بيقول لك لا انا ممكن اعاقب الحكم عشان عمل حاجه في الماتش اللي فات بس انا مش هعلن. يبقى ادخال الفار لازم. يعني هو دلوقتي ليه دلوقتي احنا بنشوف ماتشات في اللي بدات في دوري انجلترا كام هدف ومين؟ احنا كنا بنشوفها. يعني انت كنت بتشوفها بالتصوير البطيء ان في اوفسايد. جون دخل. جون. دلوقتي بيقف انسى خلاص مفيش غلط. بيرجع ويرجع كمان يشوف صح. من حقه صح. فالموضوع ده فحضرتك مع تطبيق الفار في مصر؟ طبعا. في كمان كانت اعاقات بتحدث مش واضحه للحكم. يعني في التدريب او المدربين اللي هم كبار كان يخبي الحكم. يعني يخفي اللاعب عن الحكم. يحط واحد في وشه فيحجب الرؤيه عنه. فيحجب الرؤيه. ويعمل اللي هو عاوزه. طبعا. يعني ده شغل المدربين بقى اللي هو يعني على مستوى. وتبان قوي في الالعاب السريعه. يعني مع السكرينات وبتاع هو واقف مش جاي خلاص. هو واقف في وشه التاني يدور فمش هتيجي. صح. مش هتيجي. صح. يعني حتى اللي بيشوط الكوره فنيا اللي بيشوط الكوره لازم يخبي الكوره عن الجون فيحجب او يصعب الماموريه. يصعب ماموريه رد الفعل. ياخره. ياخره. ودي جوان محمد صلاح. ايوه صح. سابق التفكير. انا بشويه بروح واجي لكن في الاصل احنا بنتكلم على لجنه الكوره. يعني في اساسيات موجوده، الموسم، اللجان، تفعيل لجنه الانديه المحترفه، تفعيل نظام الاحتراف ما يبقاش ورقي. انا عارف انه ورقي لانك انت ممنوع تشترك في البطوله الافريقيه الا اذا كنت نادي محترف. صح. ميزانيه الكره لوحدها واداره لوحدها والكلام ده كله. احنا انديتنا مش كده. انديتنا ثقافيه، اجتماعيه، تغذيه، قاعده في الشمس. ودول اللي هم بينتخبوا الناس اللي هينتخبوا الاتحادات اللي هينتخبوا اللجنه الاولمبيه. ايوه صح. يعني اجتماعيا مش رياضيا.
عايز اسال حضرتك على الجزئيه دي، فكره انه النادي البعض بيقول لك لا افصل الكوره عن الاجتماعي، عن النادي الاجتماعي، هل حضرتك بتشوف ده صح او اصح للانديه الجماهيريه اللي زي الاهلي والزمالك ولا لا؟ هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور كمال درويش. سوبر تايم، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد، وجالنا دلوقتي انه كابتن جمال الغندور خلاص تولى مسؤوليه رئاسه لجنه الحكام مع بعض القرارات الاخرى اللي اعلنها او اعلنتها اللجنه المكلفه باداره اتحاد الكوره، منها تكليف كابتن احمد عبد الله بالاشراف على المنتخب الاولمبي، منها تكليف كابتن محمد فضل وكابتن احمد عبد الله بتقديم تصور لبطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتستضيفها مصر تحت 23 سنه في الفتره اللي جايه، ومنها بعض الامور الخاصه بالفار كمان زي ما كنت بتكلم مع دكتور كمال قبل ما نطلع فاصل. دكتور كمال، اخر حاجه اعلنتها اللجنه بانه التكلفه هتبقى تقريبا 18 مليون جنيه، احنا نشيل النص او الرعاه يشيلوا النص والانديه تشيل تقريبا 500,000 دولار، حضرتك مع ده الاول ولا فكره ان انا بطبقها ممكن اطبقها بطريقه ثانيه؟ لا، انا مش مع ان الانديه، يعني اولا الانديه لازم توافق لان هي بتصرف عشان قضيه الحكام وعدم التصور، يعني هنقول تصور عدم النزاهه، وبيجيبوا حكام اجانب بيدفعوا في المره 20-25 ألف دولار ده على الاقل. اه يعني على حسب الطقم اللي جاي. اه بالظبط، لكن مينيمم 20,000 دولار ده رقم يعني طبعا. فلما ال 18 نادي دلوقتي ولا 16 نادي 18 دول ما يتحط عليهم هذا الكلام هيبقى مبالغ قليله جدا. صح. يعني مره يجيب حكم، كاني جبت مره واحده مره حكام اجانب. صح، دي نقطه. بس انا رايي ان ما تتعملش كده، تتعمل مثلا في رسم التسجيل اللاعبين، ازود شويه الرسوم، تزيد شويه بحيث ان الجزء ده يبقى مخصص للفار، وساعتها تبقى سهل وخلاص، هيبقى مقرر. انت عاوز تسجل كده بسجل اللعيب هتدفع كذا. صح، ما يبقاش مرتبط بان مجلس اداره يوافق ومجلس اداره يقول لك لا ومجلس اداره يتداين. لا، ده مع التسجيل لازم هيسجل، فزود مثلا 1% ولا حاجه وهكذا. صح. يعني مع تفكير اللجنه تبقى ما تحطش حاجه تحت الاه ولا لا، لكن حط انت نظام خد عليه موافق جمعيه عموميه طبقا للنظام الاساسي الموجود عليه الاتحاد، خلاص بيطبق على الجميع. جميل. طب رئاسه لجنه الحكام في نفس الدايره بقالنا سنين، انه حكم دولي سابق وبعدين بيسيب، حكم دولي سابق وبعدين يسيب وبعدين حكم دولي، في نفس الدايره بقالنا سنين، هل انا مستني حاجه جديده من نفس الـ الاسلوب اللي بدير بيه اللجنه؟ يعني دلوقتي تعيين كابتن جمال الغندور، هل كابتن جمال يقدر يغير حاجه في لجنه الحكام ولا ممكن استعين بوجه جديد باسم جديد بواحد اجنبي بحد بعيد عن الحكام؟ يعني في فكره جديده للتعامل مع قصه الحكام؟ شوف حضرتك، التعامل مع الاتحاد الدولي في هذه الامور الفنيه مهم للغايه. يعني اقول لحضرتك كام واحد خرج في دورات تحكيم دولية من عندنا؟ من عندنا مش كتير، ما سمعناش تقريبا يعني. أوه. يعني حالات يعني حالات المرضى عليهم اللي هو الجمهور بيعاقبه. حلو. هو ده اللي بيسافر. ماشي. تخيل. ماشي. يعني بيرجع. فدي امور عاوزه اصلاح، عاوزه استمرارية ورش عمل، عاوزه استمرارية تدريب زي اللاعب بالظبط، لانه لو ما اتحركش واشتغل وادرك وفهم واطلع يبقى الامر الطبيعي ان هو مش هيدي في النهايه. كمان في عندهم حكام اكاديميين كانوا بيحكموا وكبروا، ايه عدم الاستعانه بيهم ومعروفين انهم محايدين؟ انا اديك مثل ما يعني زي الاستاذ دكتور راح من دماغي الوقت، نبيل ندى. ماشي. وكان رئيس منطقه. يعني راجل معايش كره القدم وكان بيطلع مراقب مباريات. ومحايد جدا. ما تجيبه. غير الاسماء. علشان يبقى في فكر جديد. هو يعني حتى انت غيرت الاسماء دي اتغيرت اللي جايه. مع احترامي طبعا للاستاذ جمال غنم. اتغيرت نتيجه لمشاكل حصلت. فانت بترجعها تاني. طب ازاي يعني؟ يعني زي ما تدخل واحد السجن، بعد ما يخرج من السجن
تروح معينه تاني في الحته اللي سرق منها. ازاي يعني؟ طب هنا طبعا يعني تهذيب واصلاح. هو طبعا مع كامل الاحترام لكل الاسامي، بس الفكره هنا انه التعامل، لو انا بفكر بطريقه خارج الصندوق ممكن يبقى فيه نتيجه جديده، نتيجه مختلفه عن اللي فات يعني. فهو ده سؤالي لحضرتك، انه هل ممكن استعين باسم مختلف؟ طبعا وارد وارد جدا. ايه المانع؟ ما انت عندك القرار، انت شايف حاجه مش معدوله، مع سي بقى في حاله عدم وجود كفاءات. طب ما استعين للخارج. في ايه؟ ما احنا احيانا المستشفيات بيزورها متخصصين في تخصصات ما هياش عندك. فاهم. ساعات بيجي اساتذه زائرين لجامعات عنده الحته دي مثلا في الطاقه النوويه قوي جدا، هو متفوق فيها عن كل الناس اللي هنا. فاهم. بيجي يقعد معاك شويه حتى في الجامعه. طبعا. احنا كده صح، في بنطلع بعثات للكليات او لجامعات فيها تخصصات نادرة ما هياش لسه موجودة عندنا. عاوزين نعمل فيها تأهيل كوادر، بنسفرهم بعثات ويرجعوا. البعثات منوعة. ممكن لو أستاذ كبار أبعته أستاذ مشارك لمدة عام في مهمة علمية مدة عام، يشوف ويطلع وكده. في عندنا إشراف مشترك. يعني يبقى في مشرف من مصر ومشرف من جامعة أخرى، كندا، أمريكا. نظم مختلفة بحيث تتناسب مع إمكانياتك. صح. وفي نفس الوقت تحسن من وضعك. لازم تعترف بالخطأ اللي عندك. ما ينفعش أنا أقول كل شوية أنا أحسن واحد في الدنيا. مين قال كده؟ ما فيش حد أحسن واحد في الدنيا. صح. اللي يقول كده يبقى معناه ما عندوش فكرة عن حاجة خالص. ماستر أوف أول، ماستر أوف نان. يعني اللي يعرف كل حاجه يبقى ما يعرفش اي حاجه. يبقى ما يعرفش حاجه. صح. لانه مش عارف. هو ساعات الانسان، يعني حتى الفلاسفه يقول لك كلما ازداد الانسان علما كلما علم انه اكثر جهلا. يعني انت حتى في حياتك العاديه وحضرتك قاعد كده الوقت تبص تلاقي الحته دي مش بتاعتك، مش عارفها، فابتدي ادور عليها عشان افهم فيها عشان اعرفها. صح. او ان انا حدودي في شغلي انا كده، بس لازم برضو اعرف حتى يعني كيفيه عملها. صح. نفترض ان حصل مشكله يعني. الاليه نفسها. مش ضروره اتعمق قوي. بالظبط. لكن ابقى عارف. بالظبط. بالظبط. يعني فدي امور كلها مش عيب، مش عيب اقول انا مش عارف، عندي مشكله في كذا واحاول احلها واحاول احلها. صح. عاوز احلها سريع، استعين باعلى حاجه ممكنه. بالظبط. ايه المانع؟ وشفنا مدارس حوالينا وبلاد حوالينا ودوريات حوالينا عربيه استعانوا باسامي او مختلفه، يعني فكروا من بره الصندوق. استعانوا بالمصريين. طيب. طبعا كتير يعني جدا. يعني كل الانظمه الرياضيه في الدول العربيه كلها كتير جدا استعانوا بالمصريين. صح. كليات التربيه الرياضيه في العالم العربي احنا اللي مؤسسين. طب يعني ايه المانع؟ وفتره دلوقتي بقى هم دلوقتي بقوا كويسين. خلاص بقوا بيشتغلوا بذاتهم. ما فيش عيب. فيش عيب في العلم والتعلم. صح. دكتور كمال، حضرتك فكرت انك تدخل الانتخابات اللي جايه لاتحاد الكوره؟ لا انا، او حتى جات الفكره يعني؟ لا انا اعلنت ان مفيش دخول في اي انتخابات. خلاص. عشان يمشي مع التطور الطبيعي للعمر وللقدره والصحه وكل حاجه. لكن حضرتك حتى مش حابب انك تكون موجود ضمن المنظومه حتى لو بعيدا عن الانتخابات، منصب يعني؟ لا اي استشاره بتاع، انا تحت امر البلد. لكن انتخابات وصراع الانتخابات حضرتك مش حابه خالص. عانيت في اللي فاتت يا دكتور؟ ايه عانينا، كسبنا ووفقنا ولم نوفق. لا انا بتكلم عن اتحاد الكوره بالذات. لا اتحاد الكوره دي حكايه مدرسه صعبه. انتخابات صعبه في اتحاد الكوره. صعبه معرفش، يمكن الفتره دي كانت فيها حاجات يمكن مش موجوده دلوقتي الله اعلم. بس يعني الجرد العام انها قاعده محتاجه لتحسين. يعني اعضاء الجمعيات العموميه لازم يحسنوا فكرهم، يبعدوا عن العاطفه، يبعدوا عن المجامله. لازم يعرف انه في الاخر اللي هيجيبه ده هياثر عليه. طبعا هو مسؤول. خلاص. مسؤول. يعني لو كان حتى رضا لنفسه ان ياخذ شيء يعني للنادي حتى. ده مش معناه انه مستمر. لان التاني هيطغى عليه. فلازم المنظومه تتغير من الحته دي، من يعني. انا اقول لحضرتك حاجه، انا مسكت رئيس اتحاد الملاكمه. من ضمن الخبرات يعني. وعيشت رؤساء اتحادات. رئيس الاتحاد مشكلته في اجتماع الجمعيه العموميه. وبعد كده ينطلق ونسي ان في جمعيه عموميه لغايه ما يقرب
يبتدي تاني يقرب من الناس ويكلمها ويحايلها ويدفع لها عشان يقدم السبت فياخد الحد. ده كلام. فالقضية يعني فعلا أعضاء الجمعية العمومية هي الأساس. هو مش عيب، لأن قانون الرياضة أكد على كده. ده مش عيب. بس الجمعية العمومية لازم تاخد حقها. ولازم تفكر بعقلانية، ولازم تختار الأحسن والأنسب. يعني دي أمور في الديمقراطية مهمة. صح، الديمقراطية عاوزة مزيد من الديمقراطية. طب دكتور كمال، اسمح لي أسأل حضرتك على صفقة تاريخية حضرتك كنت بطل فيها، وهي انتقال التوأم حسن من الأهلي للزمالك. حضرتك كنت حاضر بالتفاصيل، بالحكايات، بالكواليس، بكل حاجة. البعض بيجتهد في الفترات الأخيرة عشان يسرد الحكاية بتفاصيل من وجهة نظره، لكن دكتور كمال وحضرتك كنت رئيس نادي الزمالك وقتها، انتقال التوأم حسن للزمالك كان الفكرة جت ازاي، والتنفيذ جه ازاي، والحكاية اتعملت ازاي؟ هو الفكرة ان الفترة او الموسم ده بالذات كان الزمالك يعني ما كانش في الفورمة العالية. ففي صحفي صديق موجود دلوقتي، انا مش عاوز اقول اسمه لانه مرتبط حاليا بالنادي، قال لي بقول لك ايه، هو دماغه كبيرة جدا يعني، بعتز بصداقته يعني، كبير في السن يعني في المقام. فقال لي انت قاعد دلوقتي تدافع، بس تدافع عن حاجه انت مالكش يد فيها. يعني الفرق بتخسر، طب انت مقدم لهم الامكانيات، مدرب بيخرج ويقول لك اداره النادي، وفلان يقول لك اداره النادي، فانت شارب الموضوع كله. فقلت له والله دور لنا على فكره. فقال ايه رايك في حسام ابراهيم؟ قلت له موافق على طول. طبعا ماشي. انا معايشتي كمدرب حاسس بفريق كوره ناقصه حاجه، ناقصه قياده، ناقصه روح. ودي موجوده عند الاثنين دول طبعا، انا معايشهم بشوفهم وهما بيلعبوا. قال لي بجد؟ قلت له بجد. قال لي طيب هو حاليا مغضوب عليهم في النادي. قلت له طب نعملها ازاي؟ قال نطلب من النادي. اطلب من الكابتن، كان ايامها الكابتن صالح الله يرحمه. نطلب من النادي الاهلي؟ اطلبه. ماشي. هو تخش من الباب. ماشي. فطلبتهم وطلبتهم بسعر بخس. حضرتك كلمت كابتن صالح سليم؟ ايوه. قلت له انا عايز حسام ابراهيم معايا في الزمالك. كان الرد ايه؟ كان الرد طيب هتدفع كام؟ فحضرتك عرضت رقم؟ قلت عرض سيء. انا عارف ان هم اغلى من كده، لكن حضرتك عرضت عرض يعني قليل. قليل. تفتكر كام يا دكتور وقتها؟ كان حوالي 100,000. 100,000 للاثنين. ما هو في مشكله. طبعا رفض وهو عندي شويه. قال يمشوا يعني مع اللي كانوا قاعدين معاه يعني، او اللي راحوا عرضوا يمشوا حتى كده يعني. فاحنا استثمرنا الموضوع. بس احنا دخلنا من الباب. فقال لي طب هم موافقين؟ هم موافقين. كلمهم. قال هم موافقين. قلت له طب والنادي؟ قال النادي خلاص بعد العرض بتاعك ده شال ايده. بالظبط شال ايده. قلت له طيب خلاص يقول. قال لا، بيقولوا انه يقعدوا بره. قلت له لا، يقول البيت. ماشي. والموضوع يبقى سري، ما يتقالش فيه حاجة لغاية ما يخلص. حلو. ده شرط الوحيد. ماشي. تعرف الإعلام يعمل لك مليون حكاية. طبعا يعني إنسان عض كلب غير ما كلب يعض إنسان. ده طبيعي، ده غير طبيعي. صح. الإعلام يعني المهم. في الحقيقة جم قالوا خلاص احنا موافقين. فجم قعدوا مع حضرتك في البيت. فجم قعدوا. أنا البيت كان بطبعه موجود في وزير الداخليه. فكان تحت الحراسه كتير. ماشي. حراسه مقفله شويه. فقلنا له يجوا متاخرين. نجوم يعني. ستارز، فالدنيا كلها هتعرف طبعا. فقلنا لهم يجوا متاخرين، فجم متاخرين. الساعه 2 بالليل. اللي نقل الخبر اللي هم المجموعه الرياضيه الوجه بتاعهم، فكله رحب. امين الصندوق رفض. امين الصندوق رفض جدا، هو زملكاوي صعب.
يقول لي ده كانوا بيحطوا جوان فينا كده يعني. كان مين وقتها امين الصندوق؟ كان ربنا يديله الصحه الاستاذ محمود بدر الدين. اوكي الاستاذ محمود بدر الدين كان ساعتها في مجلس محمود معروف. الاستاذ محمود معروف طبعا الكاتب الكبير يعني. المهم تعرف انا بصيت لقيت المهندس ياسر ادريس داخل عندي في البيت والمهندس هاني زاده كان موجود في المجلس ده. قلت لهم ايه اللي عرفكم؟ قالوا عرفنا انزل تحت شوف الدنيا عامله ازاي. كان في جمهور تحت في الشارع. ابتدى بقى ابتدى واتعرفت ساعتها انه خلاص حسام ابراهيم في طريقهم للزمالك. الصبح بقى رجال اعمال في الاهلي دوروا على ابراهيم وحسام. احنا كتبنا الطلب على ورقه بيضاء. الطلب اللي راح للاهلي؟ لا لا ما فيش طلب للاهلي. هم سابهم. امال طلب ايه؟ ما النادي الاهلي ما طلبش حاجه. ما سايبه. اوكي لا انا بتكلم على حضرتك بتكتب على طلب انضمام للنادي ومضى. اوكي أنا ماشي. مش عقد يعني. ماشي كعقد من غير عقد. بس ورقه بيضاء معناش عقود. الموضوع سريع. فبقى تحايلوا عليهم بقى رجال الاعمال والاهلاويه وبتاع. هم قالوا لهم احنا قعدنا الحقيقه ده الكلام اللي انا سمعته مع راجل ما قالناش لا. في نفس الوقت احنا اشترطنا ان التعامل يبقى معاه. ده كان شرطهم الوحيد. وده فعلا تم. تاني يوم بقى كملنا عملنا اجتماع وطبعا اخذوا عطا وعملنا نطلع الشيك. ما لازم يمضي امين الصندوق. المهم يعني هو كان متفاهم وكان بيثق فيا جدا. قلت له انت هتشوف النتيجه. طبعا هو مهتم انه يكسب يعني. شو هتشوف النتيجه في الفرقه. فرقة مش وحشة. الفرقة لسه دي. فاضل لها حاجة. دي بس. سعيد ان حضرتك اديتني فرصة للقاء واحد من المسؤولين المحترمين والمهمين في تاريخ نادي الزمالك زي حضرتك. زي ما قلت في بداية الحلقة وهكررها حضرتك اكيد بتتابع كل يوم حب الزملكاوية لحضرتك. دايما سيرتك لما بتيجي في اي اجتماع فيه زملكاوية بيبقى كلها بالخير لانك الحقيقة قدمت فترة جيدة جدا 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 للزمالك. بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا وبتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه. انا متشكر جدا وان شاء الله يعني تكون الحلقه معقوله ولو كان في متابعين يعني يكونوا فعلا اتبسطوا منها. نورتنا يا دكتور. نورتنا وكل الناس بتقول لي انها مستمتعه وهم حتى بيتفرجوا علينا يعني مستمتعين. شكرا. كلنا وبشكر حضرتك جدا مره ثانيه. نورتنا يا دكتور كمال. شكرا. دكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك صائد البطولات زي ما بيلقبه الجمهور الزملكاوي كان ضيف النهارده في سوبر تايم. بشكر حضراتكم جدا لحسن المتابعه. ان شاء الله بكره قبل دلوقتي نبقى معاكم في حلقه جديده دايما على تايم سبورتس سوبر تايم في نفس الميعاد من 10 ل 12. تصبحوا على خير.